السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط على السريع، ممكن البعض ما يعرف انه باستطاعتك تشغيل جهاز البلاي ستيشن 4 على البلاي ستيشن 5، ولكن فقط لألعاب البلاي ستيشن 4، فقط ألعاب البلاي ستيشن 4، لانه الألعاب اللي هي تبع البلاي ستيشن 5 فيها ميزات اوكي اكثر، وما تصلح الا على الجهاز او الكنترولر تبع البلاي ستيشن 5 بالنفس. فلذلك ما عليك الا فقط تعمل كونكشن بالواير مع جهاز البلاي ستيشن 4 مع البلاي ستيشن 5، بعدها راح يعطيك اشاره تبع الكونكشن، بعدها تختار اي لعبه بلاي ستيشن 4 بصعدك تلعب. اما في حاله اذا انت تريد تلعب العاب بلاي ستيشن 5، ما راح يشتغل الجهاز اوكي، ولا بد انك تغير الجهاز الثاني اللي هو الجهاز البلاي ستيشن 5. طبعا هذه فقط معلومه ومشهد ان كيف تعمل الكونكشن هذا بكل سهوله. ثاني حاجه، اذا كان الجهاز تبع البلاي ستيشن 4 وايرلس، فبستعدك انك تشغل تفصل الواير بعد ما تعمل الكونكشن اول مره. كذلك هذه الميزه راح تخليك تلعب بجهاز البلاي ستيشن 4 على العاب البلاي ستيشن 4 على البلاي ستيشن 5، فهذا احسن شيء انك ما تستهلك جهاز البلاي ستيشن 5 التعبان. طبعا الجهاز هذا يخترب دائما اوكي، دائما يخترب، فيفضل انك تستخدم العاب البلاي ستيشن 4 او جهاز البلاي ستيشن 4 لالعاب البلاي ستيشن 4. واخر شيء، اكيد يمكن في احد بيسالني بيقول لي هل استطيع ان اشغل جهاز البلاي ستيشن 5 على البلاي ستيشن 4؟ للاسف الشديد ما يصير. وشكرا لكم على حسن المتابعه، لا تنسى تعطينا لايك والاشتراك في القناه اذا لست مشتركا، ونشر المقطع. حياكم الله.